سيادة العميد، 9 سنين على 30/6، ويعني حضرتك وحضرتك خبير في مجال الإرهاب الدولي، شفت إزاي تعامل مصر مع هذا الملف في ظل إن إحنا كنا بدأنا نبقى بؤرة للإرهاب من 9 سنين، ولكن حاليا إحنا شايفين إن طبعا كان من أهم التحديات اللي الدولة المصرية اشتغلت عليها وحققنا بالفعل فيها خطوات. لو يعني ترصد لينا كده المشهد على مدار 9 سنين. اولا يعني بحب اهني الشعب العظيم بفكره 30 يوليو رقم واحد. رقم اثنين، هو الامر ليس متعلق من 9 سنوات فقط، ولكن الامر متعلق بان فجر يوم 28 يناير 2011 وما تم الاعداد والتجهيز له لهدم الدوله المصريه عن طريق خلخله الوضع الامني، خلخله الوضع السياسي الاقتصادي، تحويل مصر الى بؤره من بؤر الارهاب فيما يعرف باسم مراحل هدم الدوله. وبدأ هذا الأمر بالتحديد مع أول مواجهة مع الإرهاب في عام 2013 منذ 6 سنوات، عندما ذكر السيد وزير الدفاع في هذا التوقيت أو رئيس الجمهورية حاليا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يطلب تفويض من الشعب لمواجهة الإرهاب المحتمل، لأن كان لديه من المعلومات المؤكدة أن الدولة ستدخل في مواجهة مع الإرهاب في محاولة إسقاط الدولة المصرية. يكفي أن نتذكر جميعا ما حققته الدولة المصرية، يعتبر إعجاز لن تستطيع دولة أعتقد أنها تمر بهذا الإنجاز. وهذا الإنجاز أوجزه لحضرتك في أرقام. لقد تعرضت الدولة المصرية في عام 2013 ل 306 عملية إرهابية، ثم في عام 2014 إلى 222 عملية، ثم تداعب بالتناقص إلى عام 2018 مع اندلاع العملية الشاملة سيناء 2018 إلى 8 عمليات إرهابية، ثم في عام 2019 عملية واحدة، ثم في عام 2020 عملية واحدة، 21 بدون عمليات إرهابية تماما، ثم 22 عملية واحدة. لا توجد دولة في العالم تستطيع أن توقف خطر الإرهاب أو ما يعرف باسم حرب العصابات المنظمة على دولة ما بهذه الطريقة التي أثبتت مصر بجدارة عن قدرتها على التصدي عسكريا. من الناحية أخرى، لم تكن المواجهة عسكرية فقط، وكانت مواجهة سياسية. أصبحت مصر مركز الثقل السياسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ردت برد اقتصادي، شاهدنا نمو الاقتصادي وعودة مصر إلى تصدر المشهد الاقتصادي باعتبارها منطقة جاذبة للاستثمارات. كل هذه الأمور دفعت الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب على طريقين. الطريق الأول كان مواجهة عسكرية، وفي نفس التوقيت كان مواجهة سياسية واقتصادية. شاهدنا إنشاء 6 أنفاق تربط ما بين شبه جزيرة سيناء بباقي جمهورية مصر العربية، أيوة، لتعظيم الاستفادة من التواجد وخلق فرص عمل وإنتاج استثمارات جديدة. كل هذه الأمور أعتقد أن المواطن المصري يشعر بها عيانا بيانا، وإن كنت لا أغفل الضغط الاقتصادي، الوضع الاقتصادي في العالم أجمع وليس في مصر. وأعتقد أن مصر الآن مرت بالكثير من الاختبارات وتفوقت فيها بنجاح، وذلك بفضل الله أولا، ثم بتماسك الشعب المصري وما حققناه من انجازات بفضل الله بعد 30 سنة. طيب سيادة العميد، اكيد طبعا اي حرب بيكون فيها مش بس جانب ارهاب وجانب سلاحي وجانب عسكري، لكن اكيد برضو بيكون فيها جانب حرب معلوماتيه، وحضرتك خبير في هذا المجال، فعايزين برضو حضرتك تكلمنا اكتر عن الحرب المعلوماتيه منذ 30/6 وحتى الان. اولا، هو حرب المعلومات بما يفهمه المشاهد الكريم الان هي تتعلق بمحاوله تزييف الوعي السياسي. معنى كلمه تزييف الوعي السياسي علميا هو شن هجمات يطلق بها هجمات للعمليات النفسية، أولا لخفض الروح المعنوية للمواطن، رقم اثنين التشكيك في كل ما هو إنجاز للدولة المصرية، نمرة ثلاثة عدم أو زعزعة الثقة في الأمن المصري عن طريق إشاعة الفوضى، إثارة البلبلة، إطلاق الإشاعات المحكمة بشكل جيد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد. كل هذه الامور تندرج تحت بند العمليات النفسيه الموجهه ضد الدوله لاستهداف العمق المعنوي للشعب المصري. بس احنا لسه ساعات لغايه دلوقتي بنشوفها يا فندم، يعني لسه كل الحاجات اللي موجوده على السوشيال ميديا دي لسه ساعات بنشوفها. ولن تهدأ، لان هنالك ان الحرب شرسه ولن تتوقف، ولكن السلاح الاوحد في هذه الحرب بالنسبه للمواطن المصري رقم واحد هو الايمان بالله رقم واحد، نمره اثنين الثقه في ان من يدير الامور بالدوله يعلم تماما أن الأمور تمشي أو تجري الأمور بمقادير، وإن كان ليس كل ما يعرف يعلن عنه،
ولكن المواطن المصري يجب أن يشاهد النتائج على الأرض، نتائج سياسية، نتائج اقتصادية، نتائج عسكرية. أعتقد أن الأمر يشرح نفسه، وإن كنت أحذر أن من يشن الهجمات النفسية على الشعب المصري يستخدم دائما فكرة أن الإصلاح الاقتصادي هو سبب الضغط أو الضغط النفسي. وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية كان واضحا أن ثمن الإصلاح ثمن غالي وثمن فادح، للأسف لابد جميعا أن ندفعه حتى ينعم الشعب المصري وما يتلو من أجيال بواقع ومستقبل أفضل مما عشناه وماضي. أعتقد أنه لا يحب أحد أن نعيد التجربة مرة أخرى. سيادة العميد، عايزة أتكلم مع حضرتك على المشهد العالمي ونبص كده على الإرهاب على المستوى العالمي حاليا وصل لفين، وهل لسه بيشكل تحدي أو تهديد بالنسبة للمنطقة العربية ككل؟ مصر طبعا جزء من المنطقة. بالتأكيد يا فندم، احنا شاهدنا صعود تنظيم داعش في العراق وسوريا، وأعتقد أن لم يصبح سرا بعد أن فاضح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة السابق عن كيفية بإعلانه كيفية إنشاء تنظيم داعش، ومن المتورط في إنشائه ومن المتورط في الإعداد والتخطيط والتجهيز ودعمه لوجستيكيا، وإتاحة الفرصة له للتوغل في منطقة الشرق الأوسط حتى يسقط المنطقة في الفوضى. أعتقد جميعنا سمعنا هذه التصريحات ولم تكن تصريحات خيالية، وإن كانت وإن كنا نعلم تماما أن من صرح بهذه التصريحات هو أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة رقم واحد في العالم. إذن فكرة أننا تصدير الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط عبر إنشاء مجموعات عقائدية أو إنشاء مجموعات تكفيرية وخلق هذه البذور سواء كانت في العراق وسوريا ثم في اليمن ثم في السودان ثم في الصومال ثم استهداف ليبيا ثم استهداف تونس، أعتقد أن الأمر بات واضحا أمام الرأي العام المصري من الذي يحرك هذه التنظيمات. حتى الآن سيادة العميد الكلام ده أو هذا المخطط ما زال مستمر بنفس الشكل؟ أعتقد أنه حدة هذه التخطيط قلت كثيرا بعد الضربات التي وجهتها الدولة المصرية لهذه التنظيمات، سواء كانت ضربات عسكرية أو ضربات اقتصادية بتشييس منابع الإرهاب أو ضربات سياسية برمل الاتفاقيات والعهود ثم وتسليم المطلوبين على عبر العالم إلى الدولة المصرية إذا كانوا مخطئين أو ارتكبوا جرم إرهابي في حق الدولة المصرية. أعتقد أن هذه الأمور باتت حدت تماما من الظاهرة، وإن كانت لن تستطيع أن تقضي عليها بنسبة 2%، لأن الإرهاب لن ينتهي في العالم بنسبة 2%، مستحيل طبعا. لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تنهي الإرهاب بنسبة 2%. أكيد أكيد. سيادة العميد، برضو احنا من الحاجات اللي احنا لاحظناها قبل يعني 30/6 ولغاية دلوقتي، يمكن قبل 30/6 كانت الدولة المصرية منهكة في ان احنا يكون الشأن الداخلي بتاعنا مستقر وآمن، وعشان كده يمكن كان في العديد من المؤامرات اللي ممكن كانت بتحاك على مصر، ولكن كنا احنا مجرد رد فعل ليها. بعد 30/6 ابتدينا كمان نكون لينا شأن استباقي، وابتدينا نسابق بعض الأحداث، وابتدينا نطور من جبهاتنا ودفاعاتنا. هل برضو في دلوقتي بعض التحديات اللي ممكن تخلينا نتخيل ان احنا هيكون لينا أفعال استباقية في المستقبل؟ بالتأكيد، لن تستطيع أن تكسب معركة إلا بتحقيق مبدأ المفاجأة، وأنا أكلمك الآن كرجل عسكري، لا يوجد أي نصر في أي معركة إلا باستخدام تحقيق مبدأ المبادئ أو المفاجأة. ما تعرضت به الدولة المصرية بعد أحداث 28 يناير 2011 وما ثلاثة من أحداث، جاء ذلك كلها ردود أفعال، ولكن الآن نحن نقف الآن على أرض صلبة نستطيع أن نشن هجمات استباقية على العمليات النفسية الموجهة، سواء كانت هذه العمليات النفسية تأتي من خارج الدولة أو من داخلها استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. أعتقد أن هنالك العديد والعديد من الإجراءات اللي اتخذتها الدولة، إن كانت المواطن لا يشعر بها شعور واضح، وإن كانت مع تعاقب الأيام القادمة والسنوات القادمة، أعتقد أن احنا سنشاهد رد فعل قوي وحاسم وسريع على كل من يحاك أو كل من يحيك مؤامرات ضد مصر بوقت هذه المؤامرة قبل أن تصبح واقعا عايشين. مهمة برضو نستعرض يا سيادة العميد نظرة المجتمع الدولي كانت عاملة ازاي من 9 سنين واحنا بنتكلم في فترة حكم الإخوان، وحاليا كيف أصبحت نظرة المجتمع الدولي لمصر؟ أعتقد أن العالم كله يعلم كيف آلت الأمور في مصر في عام حكم الإخوان وما تلاها من ثورة الشعب عليهم في 30/6 في هذه الثورة العظيمة، وما تلاها من ردود أفعال لمحاولة عزل مصر الجراء للفوضى، وما أصبحت عليه الأوضاع الآن. نحن الآن القوة التاسعة عالميا عسكريا، أصبحنا دولة ذات الثقل السياسي والثقل الاقتصادي في المنطقة، نستطيع الآن أن نحمي قرارنا
السياسي، واعتقد ان التوسع في مصادر التسليح، التوسع في الاقتصاديات، التوسع في جذب استثمارات، كل هذه الامور وضعت من مصر الدوله الاولى في افريقيا والدوله الاولى في الشرق الاوسط من ناحيه او عادتها الى مكانها الطبيعي، رغما عن كل من يحاول التقليل من شان الدوله المصريه. طيب ختاما سياده العميد، عايزه من حضرتك كلمه توجهها للشعب المصري بمناسبه 30/6. يعني لا يوجد اكثر من طبعا، يعني كل عام وانتم طيبين، وكل عام والشعب المصري يد واحده، كلنا ايد واحده، ان شاء الله نكون في على قلب رجل واحد، لدينا ثقه مطلقه في من يدير الامور سياسيا واقتصاديا وعسكريا في الدوله المصريه كدوله رائده في المنطقه. لا نستعجل النتائج، لان يعني قصدي يعني في كلامي ان ما تدفعه الدوله المصريه من مقابل لخطه الاصلاح الاقتصادي سوف تجنيه علينا خيرات في القريب العاجل والقريب العاجل جدا. أعتقد أن الشعب المصري عنده من الملكة والثقة والذكاء ليعلم من الكلام الغث من السمين. احنا بنشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد حاتم صابر، الخبير في مجال الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، على كل هذا التحليل اللي علاقة ب 30/6 والمشهد من 9 سنين وكيف أصبح الآن.